مرحبا، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم على الجميع. اليوم بخمس نجوم عاملين وصفات كتير زاكية وبتجنن. أول واحدة اليوم رح تكون شوربة الزهرة بالطحينية. هاي الشوربة من اختراعاتي أنا وكتير بحبها. أول إشي رح نسويه عشان الشوربة، نفرم بصل. مش مهم نفرمه ناعم، هالمرة رح أفرمه جوليان هيك. سويناها، بنلف على الجهة الثانية وبنكمل. هذا البصل بكفي. رح ناخذ ثوم، رح نحطون كسرول نحميها، نحط شوية زيت زيتون، بعد ما يحمى رح نحط البصل والثوم نعملهم سوتيه مع بعض نحمصهم، بعدين رح ننزل عليهم الزهرة. الحلو بهاي الوصفة انه احنا عاملين كسكس من الزهرة. اخذنا راس الزهرة فرمنا روسه ناعم ناعم زي هيك، صار شكله زي الكسكس. هذول بعدين رح نحمصهم بالزيت، رح يتحمصوا مزبوط، رح يعطوك كرنشنس للشوربة ويطلع طعمهم كتير زاكي وحلو. اوكي، الزيت عم بحمى، نحط البصل، والثوم. بس اعمل هاي الوصفه ما بدي اغير اللون تاع الثوم والبصل او الزهره، بدي احاول اخلي لونهم واحد عشان رح نحط كريمه ونطحنهم بالاخير، فبدي اللون يطلع تاعهم زي لون الكريمه، لون ابيض. انا هون فارم زهره، مقلاي حامية، حط عليها زيت، بنحط كمية زيت منيحة عشان بدي أقلي وأحمص الكسكس تاع الزهرة مزبوط. بالوقت هذا راح أحط على الشوربة شوية كزبرة ناشفة. الكزبرة والكمون كتير زاكيين مع الزهرة. هنا شوية صغيرة كمون. الكمون والكزبرة قبل ما استخدمهم بالعادة بحمصهم، بعدين بطحنهم عشان يعطوك ريحة وأروما كتير مختلفة عن لما يكون مش مستوي. تمام، هس هاي المقلاي حميات، رح أمسك الكسكس تاع الزهرة وأقليه. بدي اوطي عليه النار وخليه يقلي براحته. ملح، فلفل اسود، وبنحركها مره ثانيه. بهذا الوقت راح احط مرقة الخضرة على الشوربة. دائما بس اعمل شوربة بحب استخدم البيس اللي هو الاساس، يكون في عندك مرقة عشان المرقة مليانة طعمات. راح نزل عليها مرقة خضرة شوي. بعد هيك راح احط الكريمة. راح اخليهم يغلوا مع بعض، بعد ما يغلوا بوطي النار عليهم، بطبخهم ربع ساعة تلت ساعة عبال ما الزهرة تستوي مزبوط، بعدين بطحمهم على البلندر وبحط عليهم الطحينية. تمام. من واجب الشيف بعد سنين من الخبرة انه يصير يبتكر وصفات. أول ما يبلش الشيف حياته المهنية ببلش يتعلم الأساس، ببلش يتعلم وصفات عالمية مشهورة، بس بعد هيك واجبه انه يصير يمزج نكهات بين بعض. فهالوصفة أنا كتير بحبها وكتير مبسوط بالنتيجة اللي وصلت لها بعد ما مزجت الطحينية والزهرة بس بشوربة. رح
اجيب محارم. بس هيك بحط هون على الكاتينج بورد عشان بس الكسكس الزهرة يتحمص، احطهم على المحرمة يشرب الزيت تاعهم عشان يكون كرانشي وما فيها زيت. الزهرة بلشت تغلي، رح انزل الطحينية. حركهم مع بعض. رح اوطي النار عليهم واطبخهم ربع ساعة قبل ما تصير طرية ومستوية الزهرة. هلا رح انزل الكسكس الزهرة على محارم عشان ينشف زيته. صار مكرمل زاكي محمص. شو راح اعمل؟ بس راح احط تاتش صغير، لمسه صغيره من الفلفل والملح. بعد ما طحنا الشوربه بس بدنا نتاكد من الملح والفلفل تاعها، وبتصير جاهزه للسكب. صحن، معلقه صغيره. راح نحط بقاع الصحن الكسكس اللي عملناه من الزهره. الفكرة من الكسكس تاع الزهرة إنه بدنا نخلق قوام جديد للشوربة، فعشان هيك عملنا إشي كريسبي. رح أستخدم ورق للتزيين. بتجنن. نسكبها على داير الصحن، ما بنسكبها على الجارنش. سكر الجارنش تاعنا. تاتش صغير زيت زيتون. وهيك صارت شوربة الزهرة بالطحينية جاهزة. عشان نعمل فتت الشاورما راح استخدم دجاج سنيورة. انا هون كنت مذوب الدجاج قبل 24 ساعة عشان يكون دايب 100%. وهسه راح اتبله. كثير احنا بنواجه مشكله واحنا بنعمل الشاورما انه الدجاج ممكن يطلع ناشف، فبتصور الدجاج عم بستخدمه اليوم راح يحل لنا هذا المشكله عشان الدجاج معالج، بعمل له تامبلينج. التامبلينج هي زي كانها عمليه مساج للدجاج عشان يطرى. فراح سكينه اقص الدجاج بالميل زي كاني بعمل شرحات شاورما عاديه، تطلع معنا زي هيك. بتصور الشاورما من اكثر اكلات الشعب الاردني بحبها، وخاصه مع الحجر هسه الكل مشتاق ياكل شاورما، فعشان هيك هاي الريسيبي كثير زاكيه وسهله وسريعه. الدجاج زي ما حكيت لكم شرحات. تمام. رح اخذ بوله. رح احط الدجاج اللي قطعناه عليها، احطها على جنب. هسه رح نعمل نقعه للدجاج. رح استخدم اول اشي نص معلقة هيل، كمان شوية صغيرة زنجبيل نص معلقة عشان الزنجبيل طعمه كتير قوي، جوزة الطيب ربع معلقة، كزبرة ناشفة ومحمصة رح احط معلقة كاملة، قرنفل بس ربع معلقة. رح استخدم برش برتقال
دائما الزست اللي هو البرش تاع البرتقال بعطيك ريحه كثير حلوه للشاورما. ثوم مفروم ناعم، خل، تفاح، ما راح احط كثير بس شويه، شويه عصير ليمون، واكيد الملح والفلفل الاسود، رب البندوره من الكسيح، حط تقريبا معلقه كبيره و معلقتين لبن. اللبن بعطي طعم كثير زاكي للشاورما وكمان بطريها. ورح نحركهم مع بعض. اخر شيء راح احط شويه زيت زيتون وبتكون النقعه جاهزه. انا بفضل يكون نقعين الدجاج قبل ب 24 ساعه، بس اذا كنتم مضطرين تسووها باللحظه هاي بتقدروا تطبخوها دايركت. هسه بدنا نعمل الصوص تاع التراتور ببول صغيره. طبعا الصوص كثير بسيط، راح نحط طحينية، رح نحط لبن، عصير ليمون، شوية خل، واهم شيء مره ثانيه ملح وفلفل اسود. ما راح احط هون ثوم مفروم ناعم، ليش؟ عشان انا اوريدي حطيت بالشاورما ثوم، فما بدي يطلع طعم الثوم كثير قوي. نحط الصوص على جنب بمقلاي، خليت يحمى مزبوط. راح نحط شويه زيت، عم بعمل خليط من زيت نباتي وزيت زيتون، بنخليه يحمى مزبوط عشان ننزل عليه الشاورما. اهم شيء بس نعمل الشاورما انه يكون النار كثير حامي. ليش؟ عشان بدي الدجاج يتحمر من الجهات، ما بدي ميه الدجاج تنزل وبين زي كانه مسلوق، فعشان هيك بدي النار تكون كثير حاميه. هيك الزيت عندي صار حامي، راح انزل عليه خلطه الشاورما. اسمع الصوت. خلي النار عالية عليه وبنخلي الشاورما تتحمص على نار عالية. بدنا ندير بالنا ما نطبخ الدجاج زيادة عشان رح ينشف، بس مع هذا الدجاج مش رح ينشف. بالوقت في الشاورما عم تتحمص رح أفتح راس رمان عشان نعمل تزيين على الوجه. طريقتي فتح الرومان كيف؟ أول شيء بسويه بقطعها من فوق. أوكي. زي ما أنتم شايفين الرومان فيه العروق من جوا. عندي واحد هون، واحد هون، واحد هون، واحد هون، واحد هون. هدول العروق هم الدليل تاعي كيف أفتح الرومان. فرح أمسك سكينة، رح أمشي فيها هيك. ورح أقصها كمان من تحت. وبفتح الرمانة. هيك صار الرمان بدون القشر الابيض اللي هو بغلبنا لما نطلع الرمان من جوا. وبس بطلعهم هيك. شوف الدجاج، ريحه البهارات مع ريحه البرش البرتقال كثير زاكيه وواضحه بالشاورما. تقريبا الدجاج صار عندي جاهز، يعني تقريبا ما راح ياخذ معك اكثر من 3 دقائق بالكثير. بحط الدجاج قاع الصحن. راح اخذ
التراتر صوص هيك، بس انزل شويه على الوجه. راح احط شويه عشان بالعاده احنا بناكل الشاورما بخبز اشراك، فعملت خبز الاشراك بس زي كانه شيبس، فراح اخذ شويه. راح احط عليهم كمان مره التراتر صوص، بالعاده بناكل الشاورما مع مخلل، فبرضه نفس الشيء احنا حافظنا على الهويه تاعت الشاورما ما غيرنا فيها، بس حولناها لفته المخلل تاع الشاورما. هسا راح نحط اكيد الرمان، حط هيك شويه صغيره، راح احط سماق رشه صغيره، بعدين راح احط بمعلقه، يعني اذا حطينا الرمان بدنا نحط دبس رمان، بس هيك تاتش صغيره. واخر اشي راح نحط للتزيين ورد بقدونس. الزيت اهم اشي موجود تحت تاع الشاورما، فراح يعطيك الطعمه، راح اخليها طريه ما راح اخليها ناشفه. بعدين الطراطر مع الخبز بالرمان ودبس الرمان والمخلل والبقدونس، وهيك بقدر احكي لكم انه فتت الشاورما صارت جاهزه. ضل احلى صحن بالمنيو اللي هو الديزرت. استنونا اليوم عاملين هريسه. هسا صار دور الهريسه، وصفه حلو كثير سهل وكثير زاكي وكثير بسيط. اول شيء راح نسويه ببوله، راح نحط سميد ناعم، حليب بودرة، سكر، راح اخلي بس شوي صغير عشان بدي اياه، راح افرجيكم ليش بدي اياه. راح احط زيت، معلقة سمنة صغيرة ومي. هسا راح نعجن الهريسة مع بعض، بعدين اخر شيء راح احط لها خميره، اتركها ترتاح تقريبا 20 دقيقه 25 دقيقه قبل ما تنهض شوي، وبتصير جاهزه للخبيز. راح نحركهم مع بعض. اهم شيء بس نعمل هريسه انه نعجن السميد والسكر والحليب البودره مع بعض. هسه راح احط الخميره، وأكمل عجنهم مع بعض. السر عشان نعمل صينية هريسة مرتبة هو نفرد الصينية بطحينية. الطحينية رح تعطي طعم كتير زاكية ورح تعطي لون كتير حلو على الخبيز. فرح أخذ الطحينية أحطها كلها على الصينية، واتاكد انه الطحينيه مدهونه كل مكان. راح اخذ الخليط تاع السميد الهريسه واحطها على الصينيه، واصير افرد فيها شوي شوي. اتاكد الحفاف يكون مرصوصين منيح. هسا بنترك الصينية ترتاح وتتخمر بمكان دافي لمدة 20 دقيقة، وبتصير جاهزة للخبز على درجة حرارة 200 تقريبا 12 دقيقة بتكون جاهزة. وصينية الهريسة عم تنخبز، راح احضر مربى من الفراولة بس مش مطبوخ. شو راح اعمله؟ راح امسك فراولة هيك حلوين حمر، اقصهم
بدي اخلي الورق الاخضر تاعها عشان انا بشوفه زاكي وبعطي لونه كتير حلو على الصحن. راح احطهم ببول، راح اجيب شوية سكر واحطه عليهم. اللي راح يسويه السكر انه راح يسحب المي الموجودة جوا الفراولة، فالفراولة راح تطرى، راح يصير لونها غير زي كأنها مطبوخة، وراح يصير طعمها كتير احلى من وضعها الطبيعي. وبالاخير راح احط عصرة ليمون صغيرة واتركهم بالثلاجة لربع ساعة واطولهم وازين فوقيها الهريسة. واكيد عشان الهريسة بدها قطر، عم بحضر هون قطر عياره كتير سهل وبسيط. كاسة السكر بتاخذ بس نص كاسة مي، يعني عيارين سكر لعيار واحد مي. هيك الهريسة صارت مخبوزة. راح امسك القطر البارد واديره عليها. راح احرك هيك شوية. بالعادة الهريسة بتاخذ كمية قطر منيحة، فعشان هيك احنا حطينا الكمية المناسبة. هسه رح نتركها تبرد على راحتها. اللي انا حابه اسويه اليوم اني اقصها بقطر، بعدين اسكبها بالصحن، رح احط عليها المربى الفراولة المش مطبوخ، وعملت على وجهها كمان زي الشيبس من اللوز، بسكوت من اللوز. هيك الهريسة صارت جاهزة، شربت القطر كامل. رح اجيب بالقطر، ارفع القطر شوي شوي، بعدين بالسباتولا راح ارفعها شوي شوي، احطها هون، خليها على جنب. الصحن تاعي واحطها بنص الصحن. هسا للزينه زي ما حكيت لكم، شوفوا المي اللي نزلت من الفراوله، هاي المي نزلت من بعد ما حطينا السكر. راح نحط، حتى شوف كيف لونها صار بلمع. واخر اشي راح اجيب البسكوت اللي عملته من اللوز، زي ما انتم شايفين اللوز اللي جواته. ما حبيت احط لوز على وجهها عشان بدي احط اللوز اللي هون. بدي اكسرها بطريقة عشوائية. على الطرف. وهيك صارت عندنا الهريسة جاهزة وكل وصفاتنا جاهزين. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الريسيبيز. بنشوفكم بحلقة تانية من 5 نجوم.